حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجله